وهذا سائل يقول: هل يعذر المشرك بالجهل إذا كان لا يعرف اللغة العربية ولكن يستمع القرآن؟ استمع القرآن وفيه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة. فهو القرآن بلغ عن الشرك، والشرك بالله هو دعاء غير الله والذبح لغير الله وغير ذلك من أنواع العبادة. فلا يعذر بالجهل، من بلغه القرآن فإنه لا يعذر، قوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وإذا كان ما يفهم بعض المعاني القرآنية يسأل، هو المقصر، لماذا لم يسأل؟ اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا يقول أنا جاهل ولا علي ولا أنا مؤاخذ، لا. نعم.